عندما مرغت المغرب أنوف البرتغاليين والإسبان، معمعة أهلك الله فيها ملوكا ثلاثة وأقام واحدا، ملحمة هزمت فيها الجيوش البرتغالية المدعومة أوروبيا، فكتبت النهاية للإمبراطورية البرتغالية المرعبة، حرب حامية الوطيس لنتائجها وتأثيرها الكبير سميت بمعركة بدر الثانية، معركة وادي المخازن في المغرب، أعظم كارثة عسكرية عانى منها البرتغاليون في سياق توسعهم في الخارج. لم يخرج منها برتغالي واحد على قيد الحياة. تقم فيها أحفاد الأندلسيين لأجدادهم، وعاشت المغرب بعدها قرونا من الازدهار والأمن والأمان. وجرت في ذات الإله صوارما تصول بها والعاجزون نيام، ضربت بها التثليث للحتف ضربة فلم يبق بعد للصليب قيام، وأمطرت ويلا بالمخازن قطر بموت الأعادي بندق وسهام. في أواخر القرن الخامس عشر سقطت غرناطة، آخر ثغور المسلمين في الأندلس، على يد فرديناند ملك أراغون وملكة قشتالة إيزابيلا، ليهاجر الآلاف من المسلمين ويتوزعون في مدن تطوان وشفشاون والرباط وفاس ومدن أخرى في الجزائر وتونس، وسافر القليل منهم إلى مصر والشام لتعيش منطقة المغرب تاريخا جديدا مع الوافدين الجدد الذين سرعان ما انصهروا في المجتمع. لكن الهجمات الإسبانية والبرتغالية لاحقتهم حتى المدن المغاربية، وعاش الأهالي رعب تلك الهجمات المتتالية دون انقطاع. مع بداية القرن السادس عشر بدأت ترتسم ملامح قوة إسلامية جديدة في بلاد الشام ومصر بالتزامن مع سقوط المماليك. هذه القوة هي الإمبراطورية العثمانية التي قالت كلمتها وبدأت تضم الأراضي واحدة تلو الأخرى، وأعين قادتها متجهة نحو المغرب العربي. فقد أراد كل من سليم الأول وسليمان القانوني بشدة فرض السيطرة على المغرب. أما دول المغرب كانت تعيش حالة انقسام شديدة. في المغرب الأقصى حكمت الدولة الوطاسية الضعيفة، وفي المغرب الأوسط الجزائر حاليا كانت تحكمها الدولة الزيانية، وفي المغرب الأدنى تونس حاليا حكمت الدولة الحفصية. لتنقسم هذه القوى فيما بينها بين الاستعانة بالدولة العثمانية التي تشترك معها في الإسلام ضد هجمات الإسبان والبرتغاليين، وبين من قرروا التعاون مع القوى الصليبية ودفع ضرائب لهم مقابل السلام. الآن لدينا قوتان عظيمتان تريد كل واحدة السيطرة على بلاد المغرب، الإمبراطورية العثمانية التي تعيش في أوج عظمتها وتريد أن تحكم قبضتها على البلدان الإسلامية، والتحالف الإسباني البرتغالي القوي الذي يريد اكتشاف العالم والسيطرة عليه لتحقيق أموال طائلة ونشر الدين المسيحي. المغرب العربي. عانت بلدان المغرب من الفتن والفوضى بسبب ضعف حكم الوطاسيين الذين فقدوا سيطرتهم على البلاد بشكل شبه كامل، وعجزوا عن صد هجمات البرتغاليين المتقطعة. كان الاتجاه الأكبر آنذاك هو الخضوع للاحتلال البرتغالي والإبقاء على حكم الوطاسيين، لكن فئة من العلماء ورؤساء القبائل لم يقبلوا بهذا الوضع الجديد، وتوجهوا إلى رجل يعود نسبه من نسل محمد النفس الزكية، واسمه محمد بن عبد الرحمن الحسني، وعرف بكونه رجل تقي ومتمسك بالكتاب والسنة. وكان أول رجال الدولة السعدية، والتي سميت بهذا الاسم لأن الناس سعدوا في وجودهم في الحكم. أسقط السعديون الحكم الوطاسي بمساعدة الناس الأشراف الذين التفوا حولهم، وبدأوا باستعادة المناطق التي احتلها البرتغاليون، وعقدوا اتفاقات مع العثمانيين المتواجدين في الجزائر لصد هجمات الإسبان والبرتغاليين. لكنهم سرعان ما أدركوا مطامع العثمانيين للسيطرة على بلادهم، إذا اتخذوا سياسة متوازنة مع كل من العثمانيين من جهة والبرتغاليين والإسبان من جهة أخرى. في عام 1574 توفي السلطان السعدي الثالث، وتولى ابنه محمد المتوكل الحكم. اتخذ المتوكل سياسة التقرب من الدول المسيحية وفضلهم على العثمانيين،
لكن أعمام المتوكل الثلاثة لم يكونوا راضين عن هذه السياسة، لذا لجأوا إلى العثمانيين المتواجدين في تونس والجزائر وطلبوا منهم مساعدتهم لخلع ابن أخيهم. وبعد فترة وافق العثمانيون على طلبهم وتوجهوا مع القبائل المؤيدة لهم وتمكنوا من استعادة الحكم. وعندما أدرك المتوكل هزيمته فر هاربا ولجأ إلى البرتغاليين في مدينة طنجة لمساعدته في استعادة حكمه، وأصبح عمه عبد الملك حاكما للدولة السعدية. وما أن اعتلى العرش بصفته تابعا عثمانيا، أقام صلاة الجمعة والخطبة في المساجد باسم السلطان العثماني مراد الثالث، وتبنى الملابس العثمانية، ونظم جيشه على طول الخطوط العثمانية بمساعدة الضباط الأتراك. وقام الضباط العثمانيون بتدريب جيشه على التكتيكات العثمانية، كما جندوا العديد من الجنود من الأندلس الذين طردوا سابقاً من شبه الجزيرة الأيبيرية ومن قبائل الأمازيغ من الشرق مثل الزواوا. الإمبراطورية البرتغالية. ملك البرتغال سبستيان بن جون الثالث، والدته هي جوانا ابنة الإمبراطور تشارلز الخامس. توفي والده قبل ولادته، وأصبح ملكا في سن الثالثة بعد وفاة جده عام 1557. تلقى تعليمه بالكامل على يد علية القوم. شرع عليه بعض مستشاريه أن يتوجه إلى المغرب ويوقف اضطرابات تقدم الوجود العسكري العثماني، لأن العثمانيين يشكلون تهديداً لأمن السواحل البرتغالية والتجارة مع غينيا والبرازيل وجزر الأطلسي. لكنهم لم يجدوا آذاناً صاغية لدى سبستيان، والذي أراد ذلك بشدة، لكن ما كان يعيقه هو قلة أعداد جيشه. لكن عندما ذهب أبو عبد الله محمد الثاني المتوكل إلى البرتغال وطلب مساعدة سبستيان في استعادة عرشه من عمه، قرر سبستيان أخيراً التوجه إلى هناك. لم تكن هذه السياسة مدعومة من قبل البرجوازية التجارية فقط لأنها ستفيد التجارة، ولكن أيضاً دعمها النبلاء، لأنه حتى ذلك الوقت اقتصر العمل العسكري البرتغالي في إفريقيا على الحملات الصغيرة والغارات. كانت البرتغال قد بنت إمبراطوريتها البحرية الشاسعة من البرازيل إلى جزر الهند الشرقية من خلال مزيج من التجارة واستكشاف البحار. معركة وادي المخازن. جمع الملك سبستيان من 70 إلى 150 ألف مقاتل، وبعض المصادر قالت أن جيشه لم يتجاوز 28 ألف جندي. ضم جيشه مقاتلين من قشتالة وإيطاليا وألمانيا، أما الجيش المغربي فقد وصل تعداده إلى نحو 40 ألف مقاتل من الأندلسيين وقبائل العرب والأتراك. أوقف عبد الله مسيره في القصر الكبير، واختار هذا المكان مقرا لقيادة الجيش المغربي، بينما توقف سبستيان في أصيلة الساحلية ليبقى على اتصال بالمؤن والبحر. فأرسل عبد الملك إلى سبستيان يقول له: إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوازك البحر إلى عدوة المسلمين، فإن ثبت في الساحل إلى أن أتقدم إليك فأنت نصراني حقيقي شجاع، وإن زحفت إلى البلاد وحقرت بعض الرعية فأنت كلب ابن كلب. غضب سبستيان من هذه الرسالة وقرر التوجه إلى القصر الكبير مباشرة، على الرغم من تحذير قادته من خطورة ترك أصيلة. وصلت الجيوش البرتغالية إلى جسر وادي المخازن وخيموا قبالة الجيش المغربي. في يوم الاثنين 4 من أغسطس 1578، ركب السلطان عبد الملك فرسه وخطب بالجنود المغاربة رغم مرضه الشديد، ووضع 10 آلاف من الفرسان على الأجنحة. أما في الوسط فقد اختار جنود الأندلس الذين حملوا ضغينة كبيرة ضد المسيحيين. بدأت المعركة حيث تبادل الجانبان وابلا من نيران البنادق والمدفعية، وقتل قائد الجيش البرتغالي بقذيفة مدفع في وقت مبكر من المعركة. تقدم سلاح الفرسان المغربي وبدأ في تطويق الجيش البرتغالي، وسرعان ما انخرط كلا الجيشين في الحرب. انتهت المعركة بعدما يقرب من 4 ساعات من القتال العنيف، وأسفرت عن هزيمة كاملة للجيش البرتغالي، وقتل فيها 8 آلاف منهم. بالإضافة لمقتل جميع النبلاء البرتغاليين، تم القبض على 15 ألف برتغالي وأوروبي وبيعوا للعبودية.
ولم ينجو سوى 100 فقط هربوا عن طريق الساحل. أما جثة الملك سيباستيان فلم يتم العثور عليها. مات السلطان عبد الملك أثناء المعركة لأسباب طبيعية بسبب المرض والتعب، لكن الأخبار أخفيت عن الجنود حتى أمنوا على النصر كاملا. أما أبو عبد الله المتوكل حاول الهرب لكنه غرق في النهر. بسبب مقتل سيباستيان وأبو عبد الله وعبد الملك أثناء القتال، أصبحت المعركة تعرف في المغرب باسم معركة الملوك الثلاثة. خلف عبد الملك أخوه أحمد المنصور الذي جمع جيشه من الأسرى الأوروبيين بما في ذلك عدد من البرتغاليين الذين تم أسرهم في معركة وادي المخازن، وتمكن بهذا الجيش من إسقاط إمبراطورية سونغاي وضم أراض من تشاد والنيجر، وعرف فيما بعد باسم أحمد الذهبي، وذلك لكثرة الذهب الذي جمعه في خزائن الدولة المغربية. وبعد معركة وادي المخازن وقعت البرتغال بأزمة مالية كبيرة. تولى العرش عم سيباستيان هنري البرتغالي لأن سيباستيان لم يكن له أطفال، وانتشرت أسطورة بين البرتغاليين تقول أن سيباستيان سيعود للحياة وسيكون شبيها بالمهدي المنتظر لإعادة الأمجاد إليهم. وبعد فترة استغل فيليب الثاني ملك إسبانيا الفرصة واحتل الإمبراطورية البرتغالية، لتكون معركة وادي المخازن بمثابة الضربة القاضية للبرتغال التي بنت إمبراطورية اقتصادية وعسكرية قوية. أما يهود المغرب فقد خصصوا يوما في السنة للاحتفال، واعتبروا هزيمة سيباستيان معجزة إلهية أنقذتهم من الموت، لأن سيباستيان هذا وعد كل يهودي يعيش في المغرب بالقتل إذا لم يقبل بالتنصير. هذه هي قصة وادي المخازن، اليوم الذي أسقط فيه المغرب واحدة من أقوى الإمبراطوريات في ذلك التاريخ. فهل سمعت عن هذه المعركة من قبل؟ أخبرنا بمعارك شبيهة بها. للمزيد من القصص التاريخية الإسلامية شاهد من هنا سيرة السلطان عبد الحميد الثاني.